يقول فريدريك نيتشه أن الغباء الحقيقي للإنسان يكمن في خوفه من التغيير. قد يظن البعض أن هذه المقولة ثقيلة بعض الشيء، إلا أن الحقيقة دائماً ما تكون بشعة وصعبة التصديق. منذ القدم خشي الناس أشكال التغيير بكل أنواعه، وحاولوا بشتى الطرق محاربته والاستقرار على ما كان معروفاً في زمن الآباء والأجداد. مهما كان هذا التغيير مفيداً لتسهيل الحياة وجعلها أكثر راحة لجميع أفراد المجتمع، وامتد الرعب من التغيير من محاربة الرسل والأنبياء إلى قتل العلماء والفلاسفة، ليس إلا أنهم جاءوا بما يخالف عقائدهم وأفكارهم. فاستقبال التغيير هنا يعني القبول أن كل ما تعلموه من أسلافهم لم يكن إلا خرافة، وأن ما تمسكوا به في حياتهم وعلموا أولادهم عليه كان خطأً بخطأ. وبالتأكيد لم يبقى هذا الرهاب في الماضي، بل يعشش فينا بكل قرار بسيط أو كبير يمكن أن نتخذه، من تغيير محل الملابس الذي اعتدت الشراء منه إلى تغيير مجال عملك. فالخوف من المجهول ومحاولة البقاء في المنطقة الآمنة هي ما يمنعك من التقدم. لنتخيل الآن عالماً لم نغير فيه شيء، إذن لن تستطيع أن تسمع ما أقوله الآن. فالتلفاز والهواتف غير موجودة دون شبكات الاتصالات والأقمار الصناعية، ولا وجود لهم دون معامل عملاقة، ولا وجود لهذه المعامل دون الطاقة الكهربائية. ودون الكهرباء سيكون العالم مظلماً من جديد، ناهيك عن الأدوية والتعليم وحتى اكتشاف النفط. نهاية، فإن التغيير لا يكون دائماً للأسوأ. نحن من نتحكم بنوع التغيير الذي نريد إحداثه، ونحن من سنغير. إذا حاول أن تتخلص من هذا الرهاب، فقد تحرم نفسك من نقلة تأخذك إلى أبعد مما تتصور.